مرحبا بكم عائلة سميث في مقطع فيديو جديد على القناة. حسنا، قد مرت قرابة العشرة الأيام منذ نزول الجزء الرابع والأخير من الحلقة 67، وحتى الآن لم نحصل سوى على تسريب واحد حول الحلقة، ولكننا أيضا لم نكتشف بعد ما قد يحدث فيها أو حتى موعد نزول الحلقة. لذلك فكرت في أن أقوم بتحليل السيناريوهات المتوقع حدوثها في الحلقة القادمة حسب وجهة نظر المتابعين. وهذه حلقة قد نزلت قبل بضعة أيام ونالت إعجاب الكثيرين، لذلك أتوقع أنها سوف تنال إعجابكم، وأيضا سوف أخبركم بالموعد المتوقع لنزول الحلقة في نهاية الفيديو، لذلك أنصحكم بالمشاهدة حتى النهاية لكي لا تفوتكم أي من هذه الأسرار والسيناريوهات الغامضة. وقبل بداية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أخيرا لايك للفيديو، ودعونا نبدأ الحلقة على بركة الله. حسناً، يبدأ السيناريو كتكملة للحلقة السابقة، وذلك من داخل مقر المراحيض. وأريد أن أنوه أن دافوك قام بتغيير الشعار الذي كان مرسوماً في نهاية المقر في نسخة الفول فيجن من الحلقة 67، وقد غيروه بصورة يظهر فيها جي مان في بداية ظهوره في السلسلة، وهو يطلق الليزر من عينيه وهنالك مرحاضين خلفه، وأيضاً هنالك أربع مراحيض في أطراف اللوحة على شكل مربع. وبصراحة لم أفهم بعد ما المقصود بهذا الرسم، ولكن قد نكتشف ذلك في هذه السيناريوهات، لذلك تابع المشاهدة. بعدها نسمع أصوات مراحيض تغني أغنية إشكيبدي، ونرى ظهور مرحاضين عاديين من المنعطف، وقد تم إطلاق النار عليهما وتدميرها. بعدها نسمع صوت زئير قوي قادم من المنعطف، ويخرج لنا مرحاض طائر يمتلك مدافع صاروخية متطورة جدا، وقد قام بتوجيهها نحو رجال الكاميرات، وكان يريد أن يطلق عليهم النار، ولكن يقوم رجل كاميرا التسجيل باستخراج مدافعه ويوجهه نحوه، ولكن قبل أن يطلق نسمع صوت اصطدم قوي قادم من الخلف، وعندما تستدير الكاميرا نرى سيف عملاق التلفاز قد اخترق به بوابة المقر. بعدها نرى انتقال المرأة التلفاز برفقة كل من المرأة الكاميرا والمرأة السماعة إلى داخل المقر، وأنا بصراحة لم أفهم لماذا لم ينتقلوا مباشرة دون كسر الباب. هل هذا يعني أنهم لا يستطيعون الانتقال إلى داخل الأماكن المقفلة؟ أخبروني بوجهة نظركم حول ذلك تحت في التعليقات. المهم، وعندما تستدير الكاميرا إلى الأمام مرة أخرى نرى المرحاض المتطور قد قرر الهروب داخل المقر، ونرى رجل الكاميرا النينجا أصبح يلحق به وهو يحمل المكبس في يده، وقد أصبح رجل كاميرا التسجيل يجري بنفس الاتجاه أيضا. وعندما وصل إلى نهاية المقر قد خرج له مرحاض طائر من البوابة على اليمين، فيقوم رجل الكاميرا باستخراج مدافعه وأطلق عليه النار وقام بتدميره. وعندما يلتفت ناحية الجهة الأخرى نرى رجل كاميرا كان واقفا أمام إحدى الغرف، وهنالك رجل سبيكر كان يحمل سلاحا في يده ويمشي نحوه، وقد تقدم رجل كاميرا التسجيل نحوهم أيضا. ونرى داخل الغرفة كل من المرأة الكاميرا والمرأة السماعة والمرأة التلفاز كانوا واقفين في الداخل، وكان رجل الكاميرا النينجا ورجل السبيكر المظلم يحاولون رفع دولاب أو ما شابه ذلك من على الجدار، وعندما يقومون بإسقاطه على الأرض نرى الجدار خلفه قد كان متحطما، ويبدو أن المرحاض قد هرب من خلاله. وعندما يتقدم رجل كاميرا التسجيل لينظر من خلال الثقب نتفاجأ أنه جي مان النسخة الأولى، وكان يلتف حوله حشدا من المراحيض يردد لهم أغنية إشكيبدي. وقد يبدو هذا السيناريو غريبا بعض الشيء، ولكن يبدو أننا سوف نرى أغرب من ذلك داخل مقر رجال الكاميرات في الحلقة القادمة، لذلك فلن نستبعد حدوث أي من هذه السيناريوهات، ولكن أخبروني بنظرياتكم وما تتوقعون حدوثه تحت في التعليقات. الآن دعونا نجاوب عن سؤال مهم جدا، وهو متى سوف تنزل الحلقة القادمة يا ترى؟ حسناً لن أكذب عليكم، ولكن حتى الآن دافوك بوم شخصياً لم يعطينا أي أخبار مؤكداً عن موعد نزول الحلقة، ولكن أنا أرى أنه في الغالب قد انتهى من إعدادها وسوف تنزل غداً صباحاً كالعادة أو عند المساء، وهذه أقصى توقعاتي عن تأخر نزول الحلقة، لذلك جهزوا أنفسكم غداً لأنها بدون شك سوف تكون مليئة بالأحداث والغموض. ولكي لا يفوتك تحليل أي منها لا تنسى الاشتراك في القناة، والأهم تفعيل زر الجرس.